هذا البرنامج مش ساخر ابدا، الواقع هو اللي صار مسخره على الاخر وضحك على الدقون وخرب حتى الكوميديا زي ما خرب كل شيء. المهم قلت باشكي عليكم قليل وبالمره اقول للنشاويين وش ولا نخص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبتمبر مجيد عليكم، سبتمبرنا مش سبتمبرهم. سبتمبر ثورة الأحرار على حكم الكهنوت، ثورة 26 سبتمبر الخالدة والمتجددة، مش ثورة البردقان والسرقة وكذبة الجرعة وحكم الجراف والحراف والنصب. يا جماعة هؤلاء ما فيش مثلهم في خلائق الله، مغالطين ومدلسين ونصابين أبداً أبداً. نصب القاوقات عريق وخطير من زمان، ما سلم حتى الله جل في علاه اللي أدعوا أنه من صاروا كذا بدأوا يشتوا يلهطوا رب العالمين بكل لهم، وبعدين لهطوا النبي اللي هو رحمة للعالمين، قالوا لا هو اللي قدنا وحدنا، وبعدين زرطوا الدنيا والدين لهم وحدهم، مكنوها زرط وسهوك لمن وصلوا للرواد. فمش غريب أبداً يختطفوا سبتمبر ويحطوا سبتمبر هم المزور، سبتمبر الانقلاب، ويدعوا النوم الشعب اليمني واليمن. وكذا والله لقى اليمني نفسه فجأة مشرد تايه، ولا معه شيء إلا سيدي حسين، لا اليمن ولا الجمهورية اللي عرفها، ولا هو داري كيف وصل إلى هنا. مكان غريب بكل تفاصيله، كل شيء تغير، البلاد صارت مقابر وشعارات وسجون وقوارح وبردقان. يعمل عمى ايش ده النصب يا عالم، اختطفتوا كل شيء واحتلتوا حياة اليمنيين تماما. اخر شيء يذكر اليمني هو القرعة. فين القرعة؟ فين القرعة؟ يشتي القرعة حقه، راضي بها وعلى قلبه زي العسل، فينها وانتو روحوا لكم واللي زرقكم للوسط. 21 سبتمبر هو العدوان. قالوا الحوثي وبكل قلة حياء وصلافة عاد يحتفل بيوم الانقلاب ويوم انهيار الدولة، يوم العدوان الأعظم 21 سبتمبر. ور 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 وينبع حسن زيد يولع بالدافور بالتحرير، يخلد شعلة 26 سبتمبر، وبلاء خجل يرفعوا مثل هذه اللافتات بمئات الملايين بكل مكان. عادهم يمنوا على الناس ويباهوا انهم ما قطعوش الرواتب مباشرة من ثاني يوم دخلوا صنعاء واستمروا بصرفها كم شهر، وفوق انعدام الرواتب ندعوا قرعة فوق الغاز والاتصالات والسجاير احتفالا بذكرى الانقلاب عشان تكمل الطامة. واحد من جدودهم الظلمة اسمه القاسم قال لا أخشى أن يسألني الله عن ما أبقيت في أيدي الناس، لا عما أخذت منهم، أوقح من الحوثة ما فيه. قالوا المخلوع انخلاعا قرر يدخل السرداب اللي في البدروم وفوض عارف الزوكة بمهام الدويدار ونقل التعازي والتهاني للمؤتمرين. عرف المخلوع انخلاعا انه مآتمهم بتزيد بتكثر، قرح رجله ولا المخبأ وهذا ولا الزوكة لو قرح راسه منه كثير بتنقل التعازي الفنية الفائقة. تحية للرئيس هذي وهو يزور دول العالم ويستقبلوا الرؤساء المهمين والمزاز حقهم، وانت في الكرسي يا ابو عفشفاش لم قد ولدته امه بعد. قالوا الحوثة اعتقلوا عابد المهدري وكامل الخوذاني ومدري ايش من، ورفضوا كل الوساطات لإطلاقهم. قام الزوكا قال الأمر لله، وراح يقدم التعازي لبقية إعلامي المؤتمر وحده ويقول لهم سكتة بتسو ولا والله جنب الخضار.
الزعيم يقول لكم وش ولا نقص، يستاهل الدعس من خان وفرط في 26 سبتمبر. قالوا حمل علي الحوثي لقى له باقي مدرعة إماراتية سحبوها لولا ميدان السبعين يتصوروا ويهنجن بها وعملوها انتصار. شيخس 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 جيتم بلاد بأكمله، أجيتم بلاد من المهرة إلى كمران، ودولة ومؤسسات وأحزاب وبرلمان وجيش وطيران وبوارق ومينا ومطارات كل شيء، وفارحين لي بأربع مدرعات. الله الله والانتصارات يا هراتي على التاريخ، ضيعتم البلاد بكله وآخرتهم مدرعة. واحد وعشرين سبتمبر هو العدوان، يوم الدفع الانقلابي، والحوثي قام يبخر ويحتفل ويعطر. والله لو تصب عطور الدنيا كله ولا افتادها ان الريحه معروفه وقارحه. انقلبتم سوا انتم والمؤتمرين، واليوم تحتفلوا لحالكم بعد ما وقشتم راعي الانقلاب واللي سرى لكم كل شيء، ودخلتوا سرداب داخل البدروم. ما تتجملوش، ما تتصاحبوش، ولا يخطا فيكم معروف، انقلبتم حتى على الانقلاب. حياتكم كل انقلابات وبرمات، لا عهد لكم ولا ميثاق. 3 سنوات من يوم ما انقلبتم، ايش اللي حققتم؟ محن وحروب وفتن ومآس كبيره. هذاك اللي عرف، قلنا لك من البدايه قر قر وبعد الدود اللي تحتاج قوه حمد الله. خذك على مؤتمر حوار واستفتاء وانتخابات وسبرت الامور، قلت لا بقى تتفردق وتشفخ البردقان وتنقلب وتنكب البلاد. سنوات مضت والوضع على اشده يزداد سخونه. قل لي كيف تشتي الوضع يهدى وانت شغال هدره وخطب ور 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 يوميا زع الدافور؟ وبعدين ايش عليك؟ زلت لا جنبك قاتك للكهف، ان امورك سابره، ايش عليك؟ ما مساكين الا عيال القبائل يصرفوهم في كل قبهه، وها للمزرعه السعيده وصوره للكامبا. ويرى الامريكي ومعه الاسرائيلي ايضا، يرى في تدمير هذه البلدان وفي اضعاف هذه الشعوب وتفكيك كياناتها وسيله لتحقيق هذا الهدف. شوف، إذا الأمريكي والإسرائيلي يفكفك البلدان، فأنت وأمثالك الدساميس والبانات حقهم. وهناك حملة تحريضية وتكفيرية لإسماعيل ياتي نجران. قد الدسميس لا نجران، على إيش قدك ناوي؟ بدأ مشروع تصدير البردقان، خلصتوا تفكفكوا وتعفروا اليمن، وناوي تزرقوا أفكاركم لهناك. أيوة أيوة، أنتم بدأتموها كذا في اليمن تكفيريين ويا غارته، وبعدين قرعة، وبعدين وصلنا إلى هنا. أنت بس رزي يدك، أنت وأصحابك من ناب إسماعيلين اليمن اتهاوات ولهط اللهط لتجارهم. نحن نؤكد أنه لا خلاص للشعب في المملكة ولا خلاص للمنطقة بكلها إلا بتحرك فاعل يضغط على هذا النظام بتغيير سياساته الخاطئة ونهجه الخاطئ. ألا خلصت روحك إن شاء الله؟ إيش حشرك بشعب المملكة يا بردقاني؟ قل لي كيف فعلت بشعب اليمن أنت ودخلته مهلكة يا عبد البردقان؟ مقابر وجوع وكوليرا وسرق ولهطة للمرتبات لليوم سنة، واقع قلبك على شعب المملكة اللي في خير ونعمة، يا تنح عاضرب على اليمنيين معتمدين على مغتربيهم اللي هناك بعد ما صفرتهم الدولة وخزينتها، خدك ناوي تنكبهم. وفق الله وجمل الباري على حسب تعبيرنا المحلي فيما مضى، ولكن نحن معنيون فيما بقي وبشدة وبقوة. إذا كل اللي مضى توفيق، كيف عاد الدبور يا وجه النكبات؟ قد وفقك الباري بنهب 7 مليار دولار احتياطي البنك المركزي، ورجعت الموظفين زي مهجري بورما ينتظروا كوبونة التغطية كل 5 أشهر. على إيش عادك منشين يا معنيون؟ حتى الفلوس المشططة نهبتوها، إيش عاد باقي من شدة وقوة؟
اليوم هناك أكثر من 40 محور قتال. علي بابا والأربعين محور، محور التأمينات لهطوها، محور القضاء هوشمتوها، محور البنك المركزي حررتوه من الطواحن، ومحور السوق السوداء رجعتوه كله سوق الأولياء حقكم، ومحور المرتبات لهفتوه مع الولاية. الدب الغاز بأكثر من 5000 يا أبو 40 محور، مش عارفين نضحك أو نبكي. طلعتوا الدب الغاز ب5400 ريال، ولما ضق الناس نزلتوها بليلة. هذا يعني أنه ماذا؟ لا فين كان الفارق رايح يا شخوة؟ لعبدو حرامي والأربعين محور؟ شكلكم خرجتوا من الجمهور يا مديونين، وتجدوا الشعب يدفع لكم تعويضا. البعض فعلا يعود من الجبهة لأن أسرته لم يعد لديها لقمة العيش. أصلاً المجرفين حقك معاهم جبهات مع الشعب، يدهفوا بعيال الناس ويموتوهم هناك بالجبهات، وهم هات يا شرط ومنطة مجهود حربي وأحذية وصنادل ومقصات وعناب وملاقط وإبر ومرافق، أي حاجة أي حاجة، المهم حتى ضف حمار يشلوا. الشعب حانب بالعدوان، ما يدري من فين يردوا، من أمامه من خلفه من فوقه من تحته، حالة ما لهاش حل. داي ولتك يا شخوة زي زوج أم أيتام ينام مع أمهم ويأكل راتب أبوهم ويزيد يضربهم. قال لا قد وفقه الباري. فاصل ونرجع نواصل مع قائد نكبة يوم العهد 21 سبتمبر، عبد الشخوة والأربعين محور. أبقوا معنا. حيا بكم ومرحب. 21 سبتمبر هو العدوان. البترول طلع للألف الخامس، والديزل طلع للألف الخامس، والغاز لازم الغاز طلع للألف الخامس، والشعب طلع من الطابور الخامس، ودهدهت اليمن وقرها من محيطها العربي والإسلامي إلى محور الشر العالمي إيران وكوريا. شوف يا مؤمن طموح عبد الشخوة وين قد وصل. في كوريا الشمالية، بالرغم مما تعاني منه كوريا الشمالية من حصار اقتصادي واستهداف وعزلة سياسية، لكن عندهم اهتمام كبير، وصلوا إلى تطوير قدرات نووية. يا سلام، هذا هو أقصى طموحك، هذا هو نموذجك. كوريا الشمالية، كوريا الشمالية عزيزي دولة إرهاب وخوف وعسكرة ومنشق وطرف، تشتدق كيم كونغ أون الحوثي. لا رعمك ولا وفقك. شوف بنحاول نقرب لك شوية المسألة. رئيس كوريا الشمالية ما يتبردقش وأخذ الولاية بالنووي، وانت تشيد شلها على الشعب اليمني بالمنهوي. رئيس كوريا الشمالية يخرج بين الناس ويتقنبع ويتفرق ويفحص، وانت في جوة الجر تتبردق وتدهده عيال القبائل للمزرعة السعيدة. حتى بهذا المجرم الفارق مهول بينك وبينه. تمكنت القوة الصاروخية من القيام بتجربة مهمة، وهي القصف بصاروخ يصل مداه إلى منطقة أبو ظبي في الإمارات. الرع الرع ارحم يا متوحش. ما أقبح الكذب يا جماعة. وطبعا بدل ما يقصف دبي قام قصف شعب الدبا بتعز، وقتل 13 طفل يلعبوا. قلت لي أبو ظبي ها وتهنجم، أبو ظبي اللي في باب موسى في تعز. أصلاً الحجة على أبوك، الحجة على أبوك المتبردق اللي ما علمك لا الجغرافية ولا الخرائط. على مدى أكثر من 1000 كيلو، هذه القدرة الصاروخية باتت اليوم في متناول وفي يد. ما بش في متناول اليد إلا قصعة البردقان. 1000 كيلو بردقان قصده مش كيلومتر، لا يغالطكم بكم الرطل. ندعتم قرعة على الاتصالات والسجائر ليلة 21 سبتمبر وعفيتوا البردقان عشان القوة الصاروخية تغف وتزغف. عندنا اليوم مراكز دراسات وأبحاث في هذه المجالات الصاروخية، لديها مركز دراسات وأبحاث ومراكز دراسات كمان. خف علينا يا أكسفورد، خف علينا يا كارنيجي باقم، معاك مركز أبحاث تدور فين عاد باقي عرق ينبض بهذا الشعب تمص أبوه. فيما بعد أن نتمكن
من الوصول أيضا إلى الميناء الفلسطيني لنكون في أي معركة قادمة مع إسرائيل. أيوة أيوة بالحلم بتوصل لهناك عشان تركز لفلسطين مشرف بن مران. خدهم على اليهود أرحم منكم وأشرف والله. بحقر الله بحقر الله خلي الفلسطين الحالة. إسرائيل أوسخ سلطة احتلال باقية في العالم، ما قطعت لا الخدمات ولا الرواتب ولا علقت لافتات بمئات الملايين والشعب جيعان. عاد ها تسير وتقي وتزيد تعصر. أما سرابيث الحوثي باح يعني باح، الحسم رفقك ما فيش، واللي يقول بم ينسلخ مرتزق مطابر خامس. اليوم وضعنا الاقتصادي مش نتيجة قرارات اختيارية، وضعنا الاقتصادي مش بإرادة منا، مش برغبة منا، مش بقرارات منا. أيوة أيوة والله، عدوان طلع لكم عماير وفلل، عدوان خلى كلاب المشرفين يلفلفون أخضر واليابس. هذا عدوان ولا بلاش؟ أتفه مشرف فتح محل صرافة يا عدوان. ما تستحيش باحتفالك بيوم إسقاط القرعة، كان الغاز بألف وخمسمية والبترول بثلاثة ألف وخمسمية، وكان في مرتبات والناس عايشة ورايحة وقاية وتطلب الله. ده الحين الغاز لمن استطاع إليه سبيلا، حتى السجائر الآن خلاص باع. المولعي يلف له ورقة من ملزمة حسين ويقرح له الخرمة، وانتم للبدرومات تتقارح بصائر ومليارات. قرارات تجويع للشعب، جرعة على الشعب. الوضع الآن مختلف، عدوان عدوان ما تعني الكلمة. ها عدوان وصرفته منه بتنقلب بسترة وقدرة. لفلفت كل شيء انت وعيال القاوقات، 7 مليار، 7000 شخص، ومقدرات كل الوزارات والمؤسسات والصناديق وإيرادات الجمارك والزكاة والضرائب. وللشعب الريح تشتو مرتبات دوروا لها في عدن، تشتو غاز روحوا مأرب، تشتو مطارات روحوا سيئون، تشتو تقاوموا العدوان هاتوا حق المجهود الحربي. إذا قلت كل شيء مع المرتزقة حسب قولك، ليش عادك تشتط وتنعثر وتلقي فوق المساكين؟ مش هي دولة المشرفين وأنصار الجن؟ على إيش نافش ريشك طيب؟ والله ما عدوان إلا أنت وخبرتك بكل ما تعني الكلمة من حروف وإيقاع ومعنى. طبعاً هذا المقطع كتبه زنبيل الصوفي، نحن نحفظ الحقوق. أي طرف في ظل هذه الظروف يتجه إلى الوضع الداخلي ليجعل جهده الإعلامي السياسي العسكري الأمني ضد الطرف الآخر هو يرتكب حماقة وخيانة. بركتك بركتك، مسرع قد وصل التهديد والتخوين. سرحتك يا نبيل يا عبدو، ما عاد خليت طرف وما ارتكب بحقه خيانة وحماقة. تشتي الناس تسكت على الجوع عشان الصاروخ حقك يوصل لأبو ظبي يوم القيامة قبل الظهر يا عبدو كيم جونغ أون. عبتم في الكل عدو وحليف. نظف الماء هذا، لا نخليه ماء عكر. الجو الداخلي لا يبقى ماء عكرا تدخل فيه الحيتان والديدان وتشتغل فيه تلقص وتكحط. ايش الحوتان؟ يا اخي عليك حاجات غريبة، حوتان وصخوة وفوسبوك، ما بش حوتات تلاقص ولا تكحط. ما بلحق اقل المجرفين يقاحطوا الاخضر واليابس، ما يخلوه حتى الاحذي العرس قال لك حوتان. في المقدمة ذكرى 21 سبتمبر الآتية، وهي ذكرى مهمة جدا. ما عاد بوش مقدمة، خد 21 سبتمبر نثرته حقكم خلت اليمن في مؤخرة الكون مش إلا العالم. كان من أهم بركات 21 سبتمبر إنها كشفتها للشعب. إيه والله كشفت الشعب اليمني ونزعت ستره، كشفك لا وفقك أنت وهراتيعك، كشفت نثرتكم حجم الأحقاد اللي صبيتوها على الشعب وعلى الأقارب والأصحاب والجيران والزملاء. اكتشفنا مخلوقات أخرى، زومبيات كلها، من فين خرجوا؟ يوم النكبة كشف الشعب أنه عاد باقي في مغفلين صدقوك وباعوا لك الجمهورية نكاية بفلان وزعطان وفلتان. أنصار الله ليسوا آتين لفرض نظام ملكي في اليمن، هذا غير وارد نهائياً، لا في أدبياتهم الثقافية ولا في أدبياتهم السياسية. هاي حذك الأسبوع الأول كنت تخطب عن الولاية، كيف مش وارد أدبياتهم ولا ثقافتهم؟
طيب وإيش هي الولاية اللي جالس تخجنا بها وتدوشنا؟ النظام الجمهوري الذي أدى حسين بدر الدين الحوثي اليمين الدستوري في مجلس نوابه على الحفاظ على النظام الجمهوري. أيوة، وراح صعدة يتمرد عشان يحافظ على النظام الجمهوري ويبر بقسمه وبيمينه. والله لو تسجدوا على الماء ما عاد حد يصدقكم، لصوص لا عهد لكم ولا ميثاق ولا ذمة. النظام الجمهوري اللي تكلمت عنه قبل أسبوع إنه خلى الحكم لكل من هب ودب، وحسين قال الديمقراطية نظام غربي كافر. انت تشتي جمهورية زي كوريا الشعبية الديمقراطية، وهو وأبو وجده رؤساء، لا هي جمهورية ولا هي ديمقراطية ولا هي شعبية. انت تشتي من هذه الجمهوريات صح؟ وديت جمهوريتك خلاص انتهت تلاشت، ما عل لها ولا حاجة، ما عفت منها ولا حاجة. عادهم يا عبدو، بيطلعوا لك من كل مكان، بيطلعوا لك بالحلم والكوابيس والنوم والغرفة والقرف وكل مكان. عاد الشجر والحجر بينطق، الحجر والشجر بينطق بيقول هذا إمامي خلفي تعال اسقطه، قال انتهت وتلاشت. لو انت واثق من الشعب ما انتش هارب بكهف، وكل مرة تتقنبع من خلف الشاشة تبعقق وتزعبق. وتخيلوا انه بعد هذه الخطبة خطب بعد خطبتين من ابو ساعة ونص. الله كم هو فارغ. هيا اش ولا نقص، شوفكم الأسبوع القادم، خاطركم. لا 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 لا.